إذا الأجواء ستكون مشمسة تماما على المدن الساحلية الوسطى والشرقية، لكن بعد تلاشي ضباب خفيف سيميز صبيحة الغد السواحل الوسطى والغربية. النشاط الرعدي سيميز المرتفعات الداخلية، احتمال أن يكون مرفوق ببعض الأمطار الرعدية على المرتفعات الداخلية الغربية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء منطقة الثورة، لكن سيكون أكثر فعالية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري، مرتفعات الهجار والتاسلي، مع زوابع رملية موسمية بالصحراء الوسطى وبولاية تندوف. أما عن درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد، تتراوح ما بين 19 إلى 26 درجة بشمال الوطن، 29 درجة بغردايا لواد بسكرة، 30 درجة فيما يخص ولاية بشار، 31 بالنسبة لتندوف إن صالح ورقلة، 32 درجة بأدرار، 33 ببرج برجي مختار، ولتقارب 31 درجة كلما اتجهنا إلى إنجز. أما فيما يخص ظهيرة الغد بحول الله، الحرارة القصوى دائما ستبقى مرتفعة بالشمال وبالجنوب، لذا لتقارب 41 درجة فيما يخص غليزان شلف ومعسكر، 40 درجة بتيزي وزو، 35 بالعاصمة والبيض، 40 درجة أيضا سترتفع بولاية تلمسان، 33 درجة بوهران مستغانم وتبسة، 32 بعنابة سكيدة، لن تتعدى 42 درجة بشمال الصحراء، 45 درجة بورقلة، 42 فيما يخص إليزي ترتفع بأدرار لتقارب 47 درجة تحت الدل، 46 درجة بإن صالح لتقارب 45 درجة كلما اتجهنا نحو برج برجي مختار إنجز. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، فالبحر سيبقى هادئ على طول الشريط الساحلي، سرعة رياح إذن تبقى ضعيفة تماما لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة على سواحل الوسطى، 20 كيلومتر على سواحل الشرقية والغربية.